دعا الأمين المساعد للتجمع اليمني للإصلاح بوادي وصحراء حضرموت المهندس ربيع باسويد السلطة في المحافظة إلى سلوك الإدارة الرشيدة المتحلية بالشفافية العالية والعمل الملموس واقعا. وقال القيادي في إصلاح حضرموت إن حصول محافظة حضرموت ولأول مرة على 20% من مبيعات النفط يعد مكسبا كبيرا للمحافظة ولجميع أبنائها. وأوضح باسويد في منشور على صفحته في الفيسبوك بأن ما تحصل عليه محافظة حضرموت ساحلا وواديا من مبيعات النفط مبالغ كبيرة إذا أحسن إدارتها ستحدث أثرا واضحا في كل مديريات المحافظة، مشيرا إلى أنه ليس صعبا أن تمتلك نقودا إلا أن الأصعب كيف تدير هذه النقود. وأكد المهندس ربيع باسويد بأن أسلوب الإدارة بالأزمات أو لي العنق هو أسلوب غير مثمر وعواقبه سيئة وسيتضرر منه الجميع. وقال باسويد: نحن محافظة واحدة، وخير فعل من كان له يد في تخفيف عناء وتنقل أبناء الوادي إلى عاصمة المحافظة لتخليص معاملة بسيطة، وعلينا أن نعي أن ذلك يصب في خدمة أبناء الوادي ولا ينتقص من سلطة أحد. وأشار القيادي الإصلاحي إلى أن توزيع الصلاحيات في إطار المحافظة أمر تتطلبه مقتضيات الحياة اليومية، ولا داعي على الإطلاق أن نهرب من بعض إخفاقاتنا بإثارة وافتعال بعض ما يؤجج العلاقات بين أبناء المحافظة ويزرع الشقاق بينهم والخلاف في أمور وهمية.